النهارده هنجيب لكم كل الاخبار اللي انتوا اهتميتوا بيها على السوشيال ميديا، لكن هنبتدي دايما زي ما عودناكم بفقره ترندز اوف ذا ويك. مسلسل بالتو يجذب الاهتمام، ميكي يتصدر الترند، ازمه اشرف حكيمي. يلا بينا نعرف التفاصيل. مسلسل بالتو قدر انه يتصدر الترند خلال الفتره اللي فاتت، وقدر انه يحقق نجاح كبير من وقت عرضه على منصه واتش، وكلنا طبعا شفنا عدد كبير من مشاهد المسلسل الناس بتعملها شير على السوشيال ميديا، وخصوصا المشاهد اللي فيها دكتور عاطف وهي الشخصيه اللي ارتبط بيها الناس جدا وتفاعلوا معاه بشكل كبير. عشان كده احنا معانا دلوقتي مداخله من الدكتور عاطف او النجم الصاعد عصام عمر. اهلا بيك يا عصام، والف مبروك على نجاح المسلسل. الله يبارك فيك، متشكر جدا على المقدمه الجميله دي. ميرسي. كنت متوقع ان المسلسل ينجح بالشكل ده؟ لا بصراحه ما حدش كان متوقع كده، يعني كنا متخيلين اقل من كده بكتير، بس الحمد لله يعني ربنا كرم بالنجاح ده الحمد لله. ارتباط الناس بالمسلسل خليهم يطالبوا بجزء تاني، فهل ده ممكن يحصل؟ والله بصي، لحد دلوقتي احنا مش عارفين حاجه، مستنيين ان شاء الله نتعرض اخر حلقتين وبعد كده نشوف المسلسل قفل على ايه ونقعد نتكلم، يمكن نعمل كده ويمكن لا، بس لسه لحد دلوقتي مفيش حاجه حقيقيه يعني. يعني ممكن يحصل وممكن لا. ممكن ليه لا، ممكن. طيب كلمنا اكتر عن شخصيه الدكتور عاطف، وهل كنت متوقع النجاح الكبير اللي حققته؟ شخصية عاطف يعني شبه شخصية أي شاب بيتخرج، مش شرط كمان من كلية الطب، كل الشباب اللي بتتخرج من الجامعات وبتبدأ تدور على وظائف أو بتبدأ تروح وظائف أو تكليف أو بتروح الجيش أو لسه الحاجات بتبقى أكبر منها وهم لسه حاسين إن المسؤولية كبيرة عليهم، فتحس إن الشخصية قريبة مننا كلنا كشباب وكانت كل اللي محتاجه فيها ان هي تبقى طبيعيه ومتصدقه عشان خاطر الشباب تشوف نفسها فيها يعني. طيب حابين نسالك كمان عن الجديد في رمضان، في حاجه ولا لا؟ ان شاء الله في مسلسل تغيير جو مع النجمه منى شلبي والنجمه اياد نصار واخراج استاذه مريم ابو عوف. وده كوميدي ولا لا؟ لايت كوميدي يعني خفيف، قصه اجتماعيه برضه خفيف. شكرا جدا يا عصام، وربنا معاك ونورتنا، والف مبروك مره ثانيه على نجاح المسلسل. شكر جدا ليكي. شكرا. ولسه المسلسلات متصدره الترند الاسبوع ده، ولكن المره دي مسلسل من رمضان قدر ان هو يسبق الزمن ويتصدر الترند بدري، وده طبعا بفضل الاغنيه الدعائيه واللي نزلت من ايام وقدرت انها تحقق ملايين المشاهدات على السوشيال ميديا. طبعا اكيد انتوا عرفتوا اني بتكلم عن مسلسل الكبير قوي الجزء السابع، واللي قدر ان هو يتصدر الترند على كل السوشيال ميديا باغنيه ولعانه، وهي اغنيه راب بصوت احمد مكي بطل المسلسل. الجميل في القصه دي ان الاغنيه كانت الترند رقم واحد في عدد كبير من البلاد العربيه مش مصر بس، ويعني ده مثلا حصل في الكويت والامارات والاردن والسعوديه. ومن الحاجات اللي لفتت نظر الناس جدا في الكليب هي صوره الفنان الراحل سعيد صالح، واللي الكل اعتبرها انها لفته جميله جدا من مكي لتكريم نجم من نجوم الكوميديا الراحلين. طبعا كلنا مستنيين المسلسل عشان نعرف اخر مغامرات الكبير ومربوحه وهجرس وباقي شخصيات العمل. نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب اشرف حكيمي اتصدر الترند الاسبوع ده بسبب الواقعه اللي اتهم فيها باغتصاب بنت عمرها 24 سنه، وطبعا الواقعه كانت السبب في حاله من الغضب الكبير على اشرف حكيمي خصوصا من الجمهور المغربي، في الوقت اللي تعاطف معاه جزء تاني وقالوا انه لسه التحقيقات ما انتهتش وبالتالي ما فيش اثبات انه فعلا حصل منه كده. وكان اشرف حكيمي ادلى باقواله امام القاضي بعد اتهامه رسميا، وقالت صحيفه ماركا الاسبانيه ان اللاعب ما تمش اعتقاله ولكنه تحت مراقبه الشرطه، وغير مسموح ليه الاتصال بالفتاه اللي اتهمته لحد طبعا نهايه التحقيقات واصدار الحكم. وطبعا محامي اشرف حكيمي نفى كل التهم وقال انه كذب، وقال ان علاقته بالبنت كانت مجرد كلام على الانستجرام. المشكله الاكبر اللي بتواجه اشرف حكيمي حاليا هي زوجته، واللي نشرت عدد من الصحف تقارير بتاكد انها طلبت الطلاق رسميا منه. مش بس كده، دي كمان قامت بمسح كل الصور اللي بتجمعها بيه على الانستجرام. وبكده تكون خلصت فقره ترندز اوف ذا ويك.